السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد، أستاذ آلة العود والنظريات الموسيقية. تحياتي لكم وشكرا لكم طبعا لاشتراككم والإعجاب وأيضا استفساراتكم الجميلة اللي هي ساعدتني في تطوير القناة، لأنها أول قناة عراقية تعتمد دائما على تدريس آلة العود وإعطاء بعض التفاصيل للمقامات وتطبيقها على آلة العود. شكرا لكم أصدقائي وأتمنى تكونون بألف خير. اليوم مثل ما وعدتكم دائما مجموعة مقامات نشرحها ومجموعة من الإيقاعات اللي راح تستفادون من عندها. لاحظ أمامكم بالورقة اليوم إيقاع الفوكس اللي هو 2/4، ولاحظ أمامكم الرسم هذا 2/4 الاثنين العدد، والأسفل للأربعة النوعية الموجودة في البار أو في القطعة الموسيقية. لاحظ أمامكم الدم والتك، فيصير دم تك دم تك دم تك دم تك دم تك. فدائما هذا الإيقاع مثل ما أعطيتكم معلومات عن بقية الإيقاعات في طبعا مجموعة الإيقاعات اللي موجودة في قناتي في قوائم التشغيل، لأن أنا مسوي كل قائمة، قائمة المقامات وقائمة الإيقاعات، عليكم أنه تطلعون عليها وهذا شيء يشرفني جدا. إيقاع الفوكس هو إيقاع بسيط جدا على وزن 2/4، يستعمل دائما في أغلب المقاطع الآلية، ويعرض عادة بسرعة وبسرعته طبعا دائما سريع والخفة ودون طبعا كثرة الزغارف، لذلك ما يعطي طابع الاستعجال، يعني يعطي لهذا الإيقاع طابع الاستعجال بدون زغرفة، لأنه سريع فلذلك ما يتحمل زغارف. إيقاع الفوكس هو إيقاع أساسي طبعا في قالب دائما يستخدمون في قوالب اللونجا الآلي، ودائما قالب اللونجا العثماني يعني اللونجات التركية تلقون دائما فوكس، وينتقل هذا الإيقاع كثيرا طبعا، وانتقل هذا الإيقاع طبعا من خلاله إلى الدول العربية، من ضمنها لونجا فرح فزة لفرقة سليم سحاب اللي هي من أهم الفرق، ولونجا فرح فزة طبعا لرياض الصنباطي. وعندكم بصندوق الوصف دائما موجودة المقطوعات، من ضمنها مقطوعة توتة ألحان الأستاذ الكبير فريد الأطرش، ولاحظ أمامكم الإيقاع اللي هو دائما مثل ما تشاهدون أمامكم أصدقائي، أنه يصبح دائما دم تك دم تك دم تك دم تك دم تك دم تك. أي أغنية تلاحظوها فيها دم 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 دم، يعني هذا يعتبروا إيقاع الفوكس، واللي موجود دائما تلاحظوا في لونجا فرح فزة في الأستاذ الكبير رياض الصنباطي. تا 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 لا 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 بامبا بامبا رام بابا تا تا لا 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 بامبا 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 با 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 بامبا بامبا بامبا. أو هكذا، هذا في لونجا الأستاذ الكبير رياض الصنباطي. تحياتي لكم، لا تنسون الاشتراك والإعجاب في قناتي لكي يصل لكم ما هو جديد، ونستمر في سلسلة الإيقاعات اللي إن شاء الله نقدم الإيقاع الفالس. وشكرا لكم وشكرا لإعجابكم ولاشتراككم بالقناة، أتمنى تشتركون في قناتي وأيضا شاركون فيديوهاتي لكي يعم التعليم، تعليم آلة العود بطريقة صحيحة، وتعليم الإيقاعات والاستفسار عن إيقاعاتنا وإيقاعات العربية خاصة. شكرا لكم وتحياتي لكم، زياد هادي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.